اهلا بالفنان جورج وسوف على شاشه سكاي نيوز عربيه. اهلا فيك يا سعيد. انطباعاتك اليوم بالحفل اللي حضرته مختلف الجاليات العربيه، وهذا الشيء مش غريب عنك بقبرص، حيث هذه يعني ثالث حفله تقريبا هالسنه او بالسنوات الاخيره، ودائما في الجمهور حاضر المختلف بالبلاد العربيه. عم كنتي حلو الحمد لله، الناس ما تقدر انبسطوا كثير. بيجوا في شغلهم ينبسطوا بفرحوا، انا واجب اكون معهم لطيف واجي لهم ما بدهم، وين تطلع الحفله حلوه ويكونوا مبسوطين. لما بتحضر كل حفله ابو وديع بتحط ببالك انه بدي غير الريبرتوار تبع الاغاني؟ ما بحط ببالي شيء اخي، لا بطلع المسرح انا حاكل الاغاني براسي وبشوف الجو كيف حسب شو بريد بغني. صح الليل هالاغنية اخذت كثير يعني نجاح، واغانيك الاخيرة اخذت نجاح، بس في اغنية جديدة عم تحضرها بيتكلم عليها، ثاني تعاون رح يجمعك مع زياد برجي من بعد بيحسدوني، ماذا عن تفاصيل وعن كواليس هالاغنية؟ عندي اغنية جديدة عم اسمها بيتكلم عليا، كلمات حميد طعيمة، شاعر حميد طعيمة، الحان الشاب الناجح زياد برجين، وسجلناها خلصنا وصورناها في التكتيك ببيروت، وجيت صوروا معي الفنان عبد فهد والفنان عبد المنعم عميري والصبي الحلو اللبناني ممثل اسمها ليلى مكي. شو قررت تعمل مسلسل دراما بهذا ما هني مثلوا، انا عملت ليبسينج بس على هالشغلتي. ليه قررت تختار ممثلين معك؟ مش انا مش المخرج اللي سمعت هالاداره اداره الاعمال ست مايا ما شاء الله تحيه مايا هذه افكار مثل لك، واخذنا ايدي سمعان والبروديوسر حبيب القلب رودولف اللي عمل لي مسيرتي. عبد المنعم وعابد اصدقائك، خصوصا عابد يعني بحبك وقعد بغني لك. كل حبايب اصدقائي لانه قرابين يعني بشوفهم دائما بسال عنهم دائما بسال عنهم. بالنسبه للاغنيه الجديده بيتكلم علي ابو وديع، ضمنتها مفاجاه حلوه الا وهي انك وجهت تحيه من ناحيه لورده الجزائريه ومن ناحيه لعبد الحليم حافظ باغنيه العشره لورده وباغنيه عبد الحليم اي دمعه حزن. ليش حبيت انك توجه تحيه مش انا هذه فكره الشاعر وبرافو عليه، انه الكلام اللي من الاغنيه له صلاه مع كلام اللي كاتبه. هذه شطاره من الشاعر يعطي العافيه، وانا حبيت الفكره وغنيتها. اكيد تحياتنا له الشاعر امير طعيمه، هو اللي كان يعني هالفكره، وانت طبعا يعني نفذتها وحبيت توجه لهالفنانين الكبار تحياتك من خلال هالاغنيه. انا عجبتني الفكره، انا ولا انا اخترعت الفكره ولا انا كتبتها. كل واحد له شغلته ويعطيه العافيه فيه، واللي حلا زياد حلا حلو باحساس حلو لانه هو بيعرف احساسي. ابو وديع انت مقل باصداراتك الغنائيه اذا بدك بالفتره المؤخره، حيث عم نشوف انه تقريبا كل سنه عم تصدر غنيه مصورة، هل هالشيء انك انت معتمد على ارشيفك الكبير الناجح والراسخ بذاكرة الجمهور، ام انك ما عم بتلاقي الكلام واللحن اللي بيناسبك وبيليق فيك؟ هي الشغلة مش بالكم يعني، بس تلاقي وقت بتظهرني حلوة، اذا ما كانت بمستوى الاغاني اللي عملها بحياتي بتحسن وعم شغلها على اساسه. يعني مش انه شطار وعادي عيلات الاغاني كثير وصور كثير، خير الكلام المخلى بعد الله. ابو وديع شفناك بموسم الرياض هالحفل الرائع اللي اخذ اصداء كثير كبيره، وكمان انتشر منه الكواليس انت وصديق عمرك والمنافس اللدود راغب عليه ميل. لا منه منافس، بالعكس خير منافس. هو قال تنافسته على حب الجمهور، وفي فتره ليك يعني بدي اتذكر انا بتعرف بس لعجو قال بتنافسه عن محبه الجمهور لما كان قاعد حدك. لا يمكن انا على هامش، بس لا يا عمي لا انا بالعكس انا مع غيري قبل ما اكون مع حالي، وبتمنى الخير لغيري وبتمنى لحالي، والله يوفقك وياخذ صديق يا عمي. طبعا وعملته يعني نجاحات كبيره. بتعرف هذا اللقاء ابو وديع ذكرني بسهره تلفزيونيه عملتوها كانت بعنوان ليلة العاشقين، كان موجود هو، كانت ست نجوى وليد توفيق. قد ايه هالجمعات التلفزيونيه اليوم صارت اصعب؟ كنتوا اكثر بساطه بالسابق من هلا؟ والله انا بدك شيلني لحالي. انا شوي مش ما بحتاج بالجميع يعني، شوي هيك بنزل لحالي. انا اكثر اللي بشوف صديق وحبيب القلب اللي هذا بلش قبل بسنين في يقول انه يطلع بلش الزواوي وليد توفيق.
ريتو فيه بضل عندي وبضل بشوفه وبقرا عنده. عملتوا اغنية سوا كمان هلا مؤخرا. مش عارف في صداقة في محبة. هذا اللي صار اعرف شو العلم الفني. البيع بس هو ايش بيت يعني لا في زيارات ولا في رفع الاسفاريون. بس بلادي يجي بضلوا حبايبي واخوي. يعني وليد توفيق هو الاقرب بس بعتبر يعني الوحيد من الجيل اللي طالع سواء انا وليد. والباقي كلهم بعدنا. من مصر في حدا بمثابة وليد توفيق على بمثابة الصداقة اللي بتجمعك وليد من مصر؟ فنانين؟ لا لا أقدر لأنه عم بعيد احترام للكل وبحبه. لمسنا بالسنتين الأخيرتين تغير بخطابك على السوشيال ميديا، صرت أكثر تفاعلاً أكثر قرباً من الناس بالفيديوهات بتشاركك معهم. إيه. هل انت بتتابع هيدا الشيء؟ ما بدي بتصدق انا ما بتدخل نهائيا بالسوشيال ميديا. انا في ناس بتشتغل حد بس على علم بكل شيء بينزل. انا على علم بقول له بدنا ننزل هيك بدنا نعمل هيك. بتتابعهم يعني بتشوف كل الفيديوهات بتشوف كل البوستات؟ طبعا طبعا دقيق. ما هني هو حياتي. الناس بتحبني اجي انا لا ما انا ولا شيء. سلطان طرب، اشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء واهلا بك ضيف عزيز دائما على سكاي نيوز. يا هلا يا هلا.